أكثر من 330 يوما على الحرب في غزة، ولا تزال الفصائل الفلسطينية قادرة على إيقاع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي وإطلاق الصواريخ، مستخدمة بذلك شبكة الأنفاق الضخمة التي تمتلكها داخل القطاع. فبالرغم من إعلان السيطرة الإسرائيلية على الأرض والإعلان عن تدمير العشرات من أنفاق حماس، لا يزال مقاتلو الفصائل يتحركون بحرية تحت الأرض وفقا للعمليات التي تبثها حركة حماس والجهاد على منصاتهما الإلكترونية. المحتجزة الإسرائيلية السابقة في غزة عادينا موشي عاشت في تلك الأنفاق أياما طويلة، واتهمت خلال مقابلة تلفزيونية اتهمت نتنياهو بالكذب، مشيرة إلى أن التحقيق الذي خضعت له عقب خروجها من السجن كشف أن الحكومة لا تعرف شيئا عن أنفاق حماس. واستنتجت موشي ذلك بعد طلب جهاز الشباك منها رسم جميع مشاهداتها داخل الأنفاق، بما في ذلك حجم الأنفاق وطولها وحتى شكل الهواتف وأسلاك الكهرباء داخلها، في سعي لمعرفة تفاصيل أحد أهم أسلحة حماس. الكشف عن استخراج جثث 6 رهائن من أحد الأنفاق أعاد معضلة الأنفاق إلى الواجهة من جديد، بل دفع الجيش الإسرائيلي إلى الكشف عن تعديل التكتيكات العسكرية المتعلقة بإنقاذ الرهائن. فمقتل الرهائن قبيل 24 ساعة من الكشف عن مصيرهم، إضافة إلى إعلان كتائب القسام صدور تعليمات جديدة للمكلفين بحراسة المحتجزين بخصوص التعامل معهم حال اقتراب الجيش الإسرائيلي من مكان احتجازهم. كل ذلك دفع إسرائيل بحسب صحيفة جيروسالم بوست إلى إعطاء أوامر للجيش بتجنب الأماكن التي توجد فيها معلومات استخباراتية عن وجود رهائن أحياء، ليتحول بذلك مفهوم إنقاذ الرهائن في غزة إلى الابتعاد عن أماكن احتجازهم بدلا من دخولها عبر عمليات خاصة. إذن لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من رام الله. نرحب بالسيد عماد أبو عواد، مدير مركز القدس للدراسات والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن قول هذه المحتجزة الإسرائيلية السابقة حرفيا أن الشباك لا يعرف شيئا عن الأنفاق، يعني وفق متابعتك للشأن الإسرائيلي ولتصريحاتهم خاصة في الداخل، هل تعتقد فعلا أنهم لا يعلمون بما يكفي عن الأنفاق داخل غزة؟ مساء الخير لك لجمهور المشاهدين. أنا في اعتقادي التجارب الأخيرة أثبتت بشكل واضح بأن المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية ككل هي منظومة لا تعرف كل شيء كما تحاول أن تسوق نفسها. إسرائيل دأبت على أن تسوق نفسها على أنها الدولة الأكثر استخباراتيا والأكثر قدرة على امتلاك التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال. ثبت على الوجه القاطع بأن أحداث 7 أكتوبر أشارت بشكل أو بآخر بأن لديها عجز فيما يتعلق بالمعلومة الاستخباراتية، وكذلك حديث بنيامين نتنياهو عام 2014 بعد نهاية الحرب على قطاع غزة بأننا دمرنا كل أنفاق حماس، ثبت على الوجه القطعي بأن هذا مجرد كذب. وبعدها بسنوات تم الحديث على أن حماس رممت أو أعادت بناء الكثير من الأنفاق تحت الأرض، ومن ثم الحديث عن أن طول الأنفاق حوالي 700 كيلومتر تحت قطاع غزة. كل هذا يشير بشكل واضح بأن الأمن الإسرائيلي ليس لديه كل المعلومات فيما يتعلق بشبكة الأنفاق، وأيضا فيما يتعلق بالقدرات التي تمتلكها حركات المقاومة في قطاع غزة. من هنا ما يمكن قوله بأن الشباك الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية ككل التي لا طالما سوق نفسها على أنها فائقة القدرة، هي اليوم في عين الجمهور الإسرائيلي تفقد الكثير وتتراجع بشكل مستمر. والدليل على ذلك بأنه الجيش الإسرائيلي الذي كان يحظى بثقة تزيد عن 90% في الأوساط الإسرائيلية، اليوم الثقة به تراجعت إلى حدود 70%. وبرأيي بأن هذه الثقة بهذه الحدود تشير على أن المجتمع الإسرائيلي لا يريد أن يفقد الثقة في آخر الحصون كما تسمى في ظل العقم السياسي وفي ظل الحالة الداخلية المتردية في إسرائيل. نعم، ولكن عندما تقول هذه المحتجزة السابقة أن الشباك لا يعرف شيئا عن شكل الأنفاق ولا الوظيفة التي تتم داخلها وما إلى ذلك، تقول ذلك في التلفزيون في المقابلات أو حتى في المظاهرات في الشوارع، ألا يشكل ذلك يعني فضيحة أو إحراجا في الداخل الإسرائيلي بالنسبة للأوساط الحاكمة هنا؟
بالتأكيد هو يشكل فضيحة ويشكل إحراج، لكن دعنا ننتبه إلى مسألة مهمة. اليوم في إسرائيل هناك حالة من الصدام الداخلي الكبير، هناك حالة من الانقسام الذي وصل إلى حدود الكراهية المجانية، وهناك طرفين الآن في المعادلة. طرف يريد جر إسرائيل باتجاه الصهيونية الدينية وإقامة دولة الثوراء ولا يكترث بكل ما يقول المستوى الأمني، وتيار آخر يريد إعادة إسرائيل إلى السكة وإلى الطريق الذي لطالما سلكته هذه الدولة من خلال الدولة الصهيونية الليبرالية العلمانية التي وضعت أسسها عبر ما يزيد عن 76 عاما من احتلال الأراضي الفلسطينية. من هنا هذه التصريحات لا تأتي بشكل منفرد ولا تأتي في سياق ربما شاذ، إنما هناك حالة في الداخل الإسرائيلي باتت تشكك بالمؤسسة، تشكك بالدولة، تشكك بالحكومة، تشكك بالأمن. هناك حالة من الصراع الكبير داخل هذه المنظومة. ودعني أقول بأن هذه التصريحات أيضا تأتي في إطار مهم، وهو مساندة قضية الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، لأن هناك شعور إسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بالفعل لا تريد الوصول إلى صفقة تبادل أسرى من جانب، وبالفعل مع مرور الوقت هي تريد إماتة القضية لدى أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي. ودعني أذكر بأنه يعني إيثمار بن كبير مع بداية هذه الحرب قال لا مشكلة بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وليذهب الفلسطينيون والأسرى الذين لديهم، في إشارة واضحة أن هذه القضية لدى الأطراف الحاكمة في إسرائيل لا تلقى الكثير من الأهمية. من هنا أرادت يعني عدينا موشي أن تؤكد أن الطريقة الوحيدة لاستعادة الأسرى هي فقط عبر المفاوضات، وبأن إسرائيل كمؤسسة عسكرية وأمنية ربما تستطيع الوصول إلى بعض الأسرى الآخرين جثثا، لكنها بالتأكيد لن تستطيع تحرير كل الأسرى الموجودين لدى المقاومة، لأن الأنفاق الموجودة تحت الأرض تبقى في النهاية هي نوع من السر الغير مكتشف بالنسبة لإسرائيل، وإن استطاعت إسرائيل الوصول إلى جزء منه فإن الجزء المخفي أكبر بكثير كما تقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. طالما أنك أشرت إلى الأصوات المنتقدة في الداخل الإسرائيلي، هنا على ما يبدو حتى هناك مسؤولون سابقون حتى عسكريون يعني يخرجون حتى في مقابلات ويقولون هنا مكامن الخطأ بالنسبة للجيش، هنا كان عليه أن يفعل ذلك وهذا إلى آخره، لكن هذه الأصوات يعني ألا تجد بالمرة صدى لدى الأطراف الحاكمة؟ ألا يلتفت إليها أحد؟ تاريخيا كان يعني تقديرات المستوى العسكري والأمني في إسرائيل هي السيد الموقف، هي التي تؤثر في اتجاه قرارات المؤسسة السياسية. على سبيل المثال عندما قرر شارون الانسحاب من قطاع غزة عام 2005 والانفصال عن الفلسطينيين في الضفة الغربية كانت هذه التقديرات من المستويات الأمنية والعسكرية. تاريخيا كذلك كانت القيادات الموجودة في سدة الحكم في إسرائيل هي قيادات عسكرية من الطراز الرفيع. نحن نتحدث عن إيهود براك رئيس الوزراء الأسبق كان رمتكال، نتحدث عن رابين كان رمتكال، شارون كان رئيس هيئة أركان أيضا، وبالتالي القيادات السياسية الموجودة اليوم هي معارضة للجيش ولم تخدم في الجيش. إيثمار بن كبير لم يخدم في الجيش الإسرائيلي، بتسائل سموتريش لم يخدم في الجيش الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وصل إلى يعني حدود بسيطة في الجيش الإسرائيلي. من هنا هؤلاء يريدون محاربة هذه المؤسسة من أجل تمرير مشروعهم. علاوة على ذلك هناك تعارض ما بين رؤية المؤسسة العسكرية والأمنية ورؤية هذه الحكومة. من هنا بات بنيامين نتنياهو يفضل الذهاب باتجاه الصهيونية الدينية وتطبيق مشروعه، كونه لا يريد أن يخضع لما يعرف بإيقاف الحرب والتوجهات هذه والذهاب باتجاه تركيبات معينة، لأنه في النهاية سيقع تحت التساؤلات الكبرى. ما الذي حدث في 7 أكتوبر؟ هذا تساؤل كبير سيزعج بنيامين نتنياهو، لكن الأهم أيضا العودة إلى ملفات بنيامين نتنياهو الجنائية، وهو لا يريد العودة إليها مطلقا، بالتالي لا يريد الاستجابة للأمن بالمطلق. واضح. سؤال أخير وباختصار لو سمحت في آخر دقيقة، طالما أنك أشرت إلى هناك إلى رؤية الحكومة، هناك من يقول أن رؤية الحكومة الإسرائيلية حاليا تغيرت بعد مقتل الرهائن الستة قبل أيام، هل هناك مؤشرات تراها على ذلك؟ أنا لا أعتقد بأن توجهات الحكومة الإسرائيلية تغيرت إلى الآن. نعم هناك حراك داخلي إسرائيلي بات يرتفع، إذا استمر هذا الحراك وأخذ صدى يعني أكبر من ذلك ووصلت الحشود إلى أكثر من 1,000,000 في الشارع بشكل مستمر، ربما حينها يفكر بنيامين نتنياهو في ظل الضغط العسكري والأمني الداخلي عليه باتخاذ منحنيات أخرى في القرارات. لكن إلى الآن الحكومة الإسرائيلية نعم منزعجة متخوفة، لكن من الواضح بأنها مستمرة في ذات السياسة إلى حين. واضح جدا، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من رام الله، السيد عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات والخبير في الشؤون الإسرائيلية.